كيف تقرأ مسار المعارك اليوم أستاذ أنس في السودان؟ المعارك حاليا هي معارك أكثرها إعلامية أكثر من معارك على أرض الواقع، بمعنى أن التصريح كما ذكر الآن في التقرير المصاحب يتحدث عن سيطرة قوات الدعم السريع على مساحات كبيرة في السودان، وفي نفس الوقت مع في اتصال البارحة مع قناة الشرق تحدث محمد حمدان ذكره قائد قوات الدعم السريع أنه يتحدث من تحت شجرة، فكيف أنت تسيطر على العاصمة وتسيطر على كل الخرطوم وتتحدث من داخل أو تحت يعني ليس من داخل استوديو أو من تصوير من مكان آمن؟ فهذا منطقيا لا يتم. على الأرض الميدان الجيش لديه سيطرة بدأت من أول أمس المساء، سيطرة واضحة للعيان، حيث كانت في السابق نعم تسيطر قوات الدعم السريع على بعض المناطق في الخرطوم بحري ومنطقة الخرطوم، ولكن مع المعارك التي بدأت أول أمس وأمس وصباح اليوم يعني هنالك سيطرة واضحة للجيش في الخرطوم.